صباح الخير، يا رب يومنا كلنا يبقى جميل. أنا مش هقول فضلا وليس أمرا إن أنت تعمل لايك أو تشترك أو تعمل شير للفيديو. أنا يعني هطلب من حضراتكم إن أنتوا فعلا تسمعوا الفيديو ده للآخر. هو مش فيديو ممل، صدقوني هو فيديو مهم جدا جدا جدا، يكاد يكون ممكن يكون من أهم الفيديوهات اللي انتوا ممكن تشوفوها أو تسمعوها. هو العنوان بتاعه أو اللي أنا عايزة أتكلم فيه عن النصيحة اللي الناس بتتداولها بينها وبين بعضها. طب الأول كده أعرف هو مين اللي المفروض يدي النصيحة؟ اللي يدي النصيحة يا إما حد عاش نفس التجربة ونجح إن هو يعدي التجربة دي بخير وسلام فبينقل ليك التجربة بتاعته، يا إما حد عاش التجربة وما كانش فيه توفيق فطبعا بيقول لك هو ما توفقش ليه أو أسباب عدم توفيقه في التجربة دي إيه، يا إما حد مر عليه تجارب وحكايات كتيرة جدا وبيقول لك بنسبة كبيرة التجربة دي نجحت بنسبة كام في المية مع حد وفشلت بنسبة كام في المية. هو دي الحالات اللي أنا أقبل فيها النصيحة. ممكن نزود حالة كمان لما يكون حد فعلا حابب الخير للناس ولما تكون النصيحة ما فيهاش منع المنفعة عن حد. يعني مثلا ما روحش لحد ناوي يعمل عمل خير وأقوله لا 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 لا، ده الشخص ده ما يستاهلش ان انت تعمل معاه خير. لا، ما هي كده دي بقت نصيحة في غير محلها. ما ينفعش برضو النصيحة تكون فيها ان انا بحرض حد على حد. يعني واحدة ست مستحملة جوزها، ما ينفعش ان انا ابقى بحرضها على انها ما تسمعش كلامه وما تستحملوش. واحد مستحمل طباع مراته، ما ينفعش ان انا اقول له لا 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 لا، روح اتجوز عليها، روح اعمل كذا، روح كذا. للاسف بقى هي دي القصة، وللاسف واللي يزعل فعلا ان تيجي النصيحة من حد المفروض ان هو يكون موثوق فيه ويقول حاجة زي كده. تاني نقطة انا عايزة اتكلم فيها ان ما تستغلش لا سنك ولا مركزك ولا أي درجة أنت فيها إنك تدي نصيحة غير، يعني مش غير صالحة ولا غير، لا دي نصيحة ممكن تودي في داهية. الجديد بقى اللي فيه ساسبنس، يعني اللي احنا لقينا ابتدينا نلاقيه دلوقتي، إن احنا نلاقي واحدة ست عدت الستين والمفروض إن هي ست محترمة والمفروض إن هي عندها تجارب ناجحة في حياتها وعندها وعاشت حياتها، ما علينا، يعني ان تيجي مثلا لواحدة اصغر منها في السن وتنصحها من باب ان هي اكبر منها في السن. ودي برضو انا معترض عليها لان ياما ناس كتير جدا كبار في السن بس للأسف ما عندهمش الخبرة وما عندهمش الثقل ان هم يدوا نصيحة حتى يعني القطة ماشية في الشارع. يعني لا معلش يا جماعة، وفروا بقى، انتوا عشتوا بس معلش ممكن تكون انت ما عندكش خبرة في النقطة دي، ما مرتش عليك الحالة دي قبل كده، ولازم تبقى فاهم ان كل حاجة وليها استثناءات. فلاقي واحدة كده محترمة والمفروض ان هانم يتسمع كلامها تحرض في شكل نصيحة واحدة على انها تعمل حاجة غلط. يعني فعلا حاجة تحزن جدا 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 ان انا الاقي واحدة غير محجبة بتحرض واحدة محجبة على قلع الحجاب، واحدة كبيرة في السن تحرض بنت علشان تتجوز إنها تروح تشوف واحد متجوز تتجوزه وتاخده من على مراته. دي كارثة، دي كارثة. خدوا بالكوا بقى من النماذج دي، خلي كده عندك ألارم كده وخلي قلبك صاحي قبل عقلك كمان،
واحدة بتحرض حد على الطريقة دي، طب هل انتي تأمنيها تدخليها بيتك بعد ما تتجوزي؟ ما هي واحدة عندها استباحة انها تديكي نصيحة تخربي بيها بيت حد، لازم تبقي مصدقة ومأمنة انها هتخرب لك بيتك في يوم من الأيام. واحدة بتحرضك على انك تعملي حاجة ممكن تكون الحاجة دي بتقربك درجة لربنا، وهي تقول لك لا 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 لا، الحجاب مكبرك، لا 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 اخرجي اعملي مش عارف ايه. طب انتي ازاي هتأمنيها على يعني على اي حاجة؟ فين المبادئ؟ فين احترام العقائد؟ فين؟ فخليكي صاحية كده، شوفي مين اللي بيديلك النصيحة، النصيحة دي جاية من حد نجح، طب هو بيديهالك عشان خاطر عايزك تنجحي زيه، ولا بيديهالك عشان عايزك ما تنجحيش أصلاً وتبقي زيه؟ طيب اللي بيديلك النصيحة دي حد نجح ولا فشل أصلاً؟ طب لو فشل أصلاً بيديهالك ليه؟ بيديهالك محبة عشان خاطر ما تفشليش زيه، ولا بيديها لك ليه؟ الكلام طبعا موجه سواء لستات او رجاله، بس انا ممكن يكون حد مثلا بيسمع الفيديو يقول لك طب وايه لازمه الكلام ده، او ايه أهمي... لا اهميته كبيره، لان خلاص بقى احنا بقينا في بيوت بتتخرب بسبب النصايح اللي ملهاش اي تلاته لازمه، سواء من صديقه منحرفه، لازم تبقي عارفه كده، اللي اتحرضك على انك انت تسيبي جوزك، واللي اتحرضك على انك انت تتمرضي ولا وما تعيشيش. وفي حكايه انا قريتها عن واحده، هو طبعا ده لا يعفيها من الخطا، يعني حطت مشكلتها في يوم من الايام على موقع من المواقع ان هي بتصرف اكتر من جوزها في البيت، دخلها اكبر منه، فهي اللي بتصرف الجزء الاكبر وجوزها بيصرف جزء الاقل. جات لها النصايح، للاسف للاسف ما الناس ما تعرفكيش ولا يعرفوا حالك، ونزود الحاله دي كمان على النصيحه، لازم اللي ينصحك يكون عايش التجربه معاك يوم بيومه، عايش معاك في نفس البيت، بيشوف معاك نفس النفس، بيشوف معاك نفس الاحداث. لكن واحد بعيد عنك انت بتحكي له الحكايه في 10 دقايق، عايز ينصحك في حياه مدتها طويله، اوقات طويله 24 ساعه، انت عايز تنقل لحد غيرك نصيحة او تنقل لحد غيرك حياتك في 10 دقايق، وهي اصلا 24 ساعة. طب اكيد انت مش هتقدر تعبر عن كل حاجة، اكيد مش هتنقله كل الحاجات، اكيد انت بتنقله الحاجة السلبية بس، لكن ما نقلتلوش الحاجات الايجابية والاوقات الحلوة. المهم ان الست دي خدت فيدباك مش حلو جدا من الناس، وكلهم نصحوها ولازم تسيبيه ولازم تطلقي منه ولازم تواجهيه وكده غلط، وما ينفعش تبقي انتي بتصرفي اكتر منه، وما ينفعش مش عارف ايه، وده طمعان وده ممكن. المهم الست دي خدت منه من النصايح اللي هي مش نصايح ولا حاجة يا جماعة، ده خراب بيوت، وراحت مستنية جوزها وراحت واجهته وكلمته كلام طبعا جرحه واهانه، وان انا بصرف اكتر وان انا بعمل اكتر. فالراجل كان رده عليها ان هي دي امكانياته، وهو مش قادر يصرف اكتر من كده، وان ده دخله، وان هو لما لقاها هي بتشارك في البيت محبش يضايقها ومحبش يحسسها ان هو متضايق من كده، وتحمل الوضع ده عشان خاطر بيته وعشانها وعشان أولاده، وعشان ما يحسسهاش إن هو منزعج إن هي دخلها أكتر منه، وكان شايفها بتعمل ده عن حب وكان مبسوط إن هي حابة ده. وخلص معاها الكلام ودخل نام، للأسف مات. هي ندمت ندم عمرها طبعا، لأنه مات مقهور من الكلام اللي هي قالته بناء على النصايح اللي ملهاش أي تلاتة لازمة. هي مش نصايح، دي خدعة. النصيحة اللي تمنع المعون شكرا، اللي تحرضك تسيبي جوزك أو تحرضك تتقلبي على أهلك، أو اللي تحرضك تمشي في طريق غلط، أو اللي تحرضك تخربي بيوت الناس، دي ما تبقاش نصيحة، دي لعنة، ده شيطان قاعد قدامك.
يعني يا رب تكونوا وصلتوا لحد هنا وسمعتوا الحكاية دي كلها وسمعتوا الفيديو ده كله. الله العالم ان انا عايزة بالفيديو ده ان نبتدي نهدى بقى، ونبطل نخلي حياتنا مشاع لناس هم غير، يعني ما فيش عندهم اي امانة ان احنا ناخد منهم اي كلمة ونعمل بيها. لا، في حاجات تانية المفروض ان احنا نشوفها ونفكر. فكروا بعقولكم شوية وشوفوا قلوبكم، وما تاخدوش نصيحة من حد غير جدير انه يدي النصايح. ربنا مع الجميع، وميرسي قوي لأي حد يعني وصل لحد هنا وسمعني لحد هنا. شكرا.